الشيخ عبد علي الحميري، هل لك أن تحدثنا عن الرواديد وخدمة الحسين والخطباء الذين كان لهم دور في عزاء هذا الموكب؟ مثل ما قلنا، الموكب تم تأسيسه ب 1880، ومن الصعوبة أنه نقدر نحدد الرواديد والشعراء اللي كانوا آنذاك، ولكن الخمسينات، الستينيات، الأربعينيات أكو متوارث عندنا يعني أسماء سامعيها عن آبائنا وأجدادنا ومن كبار رجالات المنطقة، أنه كان من الرواديد الله يرحمه عبد الأمير الترجمان، شخصية معروفة حتى نعم عالمياً معروف يعني فعلا. عبد الأمير الترجمان، وفي فترته أيضاً كان يعني يرتقي منبر طلب باب الخان حمزة السماك ومهدي الأموي وكذلك حمزة الزغير. حمزة الزغير طبعاً أصبح هو رادود الطرف، يقرأ، هو كان يقرأ في باب السلامة، يقرأ في باب بغداد أو في مناطق أخرى، ولكن هو رادود الطرف يعني الأساسي في طرف باب الخان كان حمزة الزغير، الحاج حمزة الزغير الله يرحمه، وهذا هو أستاذ الرواديد طبعاً، علم من مو أني الناس يعني هم يعتبروه الشكل، والتلمذ على إيده كثير من الرواديد. بعد محمد حمزة رادود أبو مطر الله يرحمه ألف رحمة. طبعاً 2003 لا ارتقوا المنبر أكثر من رادود، يعني 2004 لين 2003 ما كان محرم عندنا، كان صفر محرم، كان بيد النظام البائد صفر. يعني قدرنا أنه نقيم الشعار. تقصد السنة الأخيرة قبل سقوط النظام المقبول يعني. 2003. 2003 بل محرم كان موجود في شهر صفر، الحمد لله في شهر صفر سقط النظام. نعم. تماما. وحدثت زيارة أربعينية. في 2004 بدينا السنة الأولى لممارسة الشعائر وإحياء هذه الشعائر الحسينية. فأول رادود محمد حمزة أبو منتظر كان، بعدين صادق ملك، المرحوم صادق ملك، حسين عقيلي، سيد أحمد الموسوي، كثير من الرواديد. ساني معذرة يعني خاف أنسى وهاي. لا إن شاء الله. ولكن بالأخير ولحد هذا العام تقريبا 6 سنوات 7 سنوات سيد إبراهيم الشريفي. سيد إبراهيم الله يحفظهم إن شاء الله. الأسماء احنا قلنا حسين عقيلي، عندنا حمودي عصفور كذلك. أنا خاف ننسى الرواديد ويزعلون علينا. لا إن شاء الله ما يزعلون عليك. هو الذكر من جانب أنه الأمثلة على هذه الحقب الزمنية المختلفة، وإلا حتما حتى في السابق كان هنالك رواديد آخرين. استمر ويانا إبراهيم، سيد إبراهيم الشريفي، صار 7 سنوات لحد هذا العام. هذا عام 1443 هو يرتقي منبر طلب باب الخان سيد إبراهيم الرادود، وإن شاء الله يستمر. إن شاء الله يستمر. من الرواديد العمالقة هو أستاذنا. ونسأل الله أن يطيل عمره ويتقبل الخدمة، وكذلك أنتم جناب الشيخ عبد علي الحميري، نسأل الله أن يتقبل منكم بأحسن القبول.